تلوفي تتبعت بغاية الاهتمام القرار بتاع اللجنة المركزية وأوافق عليه من صميم الفؤاد. بقية الباقية من حياتي سخرها باش نقضي على الرشوة خذ مال حتى تكون دولة تونسية نظيفة. لا تقبل الشبهات. شفتوا في مجلس الوزراء الأخير قررت توقيف واحد عبث بفلوس دولة والآن في الحبس تحت ذمة سي زين بن علي لبحثه ريثما يحيله على المحاكم. احنا في دستورنا ثم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ما يتعداوش على بعض. أنا وقت اللي أذنت بإيقاف السيد هذاك باش يتحالى على المحاكم، رئيس الدولة ما يحكمش هو، فما محاكم هو يجيبوا له نوازل باش يلتمسوا منه العفو في وقت اللي تكون حكم بالإعدام باش ننفذوا وإلا نعفو عليه. ما عنديش سلطة أخرى. إن شاء الله يطول العمر بتاع حتى لين نشوف تونس وإطاراتها نظيفة من كل الشبهات. والشيء الأسفني اللي وقت توقف السيد هذاك ثم التدخلات وقعت ما كانش عندها تأثير. تدخلات عجيبة من ناس ما كناش نظنوهم يحرصوا على بقاء السارق يسرق فلوس الدولة وعليه. أنا فرحان بالحالة اللي فيها تونس بالنسبة لبلدان أخرى كثيرة اللي متداينة وتعبة في الديون وتحاول أن تنقص تخفف من ديون تاعها. احنا الشيء نقترضوه نرجعوه حالا حسب الأجال الموجودة في العقد. وأنا عندي أمل كبير باش الجمع العظيم تاع لجنتكم يستمر ويتجدد في الأوقات اللي عينها الدستور. وفي الختام نقول لكم أنا ولو حديت نصف قرن من عمري في السجون والمنافي واثق من هالدولة هذه باش تدوم حتى بعدي. أنا لازم تعرفوا وأن الإنسان عابر سبيل، لكن وقت اللي يعبر السبيل يخلي أثار طيبة ولا أثار فاسدة. نختم الكلمة نتاعي الكلمة اللي قلتها في اجتماعكم الأخير: ما سوكسيسيون ني با بور دومان. Je suis encore là. Et quand je préside au Conseil des ministres, c'est sérieux. Il prend des décisions, hein? Les décisions qu'il faut. Là, tu as dit, Allah est là où tu as dit. Nous avons dit, nous avons dit,
والجزاء إن شاء الله عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله.